السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع مميز للعملات الرقميه. طبعا الموقع بيتفعل على المحافظ الوسيطه الاساسيه اللي هي الفوسيت باي والاكسبرس كريبتو بحد ادنى للسحب ما يعادل نص سنت فقط لا غير اصدقائي بالعملات الرقميه، وهذا شيء كثير قليل ممكن توصله اخي الكريم بشكل سريع. مثل ما قلنا بيتفعل الفوسيت باي اكسبرس كريبتو بحد السحب نص سنت، بيتفعل الباير بحد ادنى للسحب هو 2 سنت اضافي ل 1 سنت، في بيدفع كمان بعملتين. اذا نزلنا لتحت بيدفع بعمله اسمها تروفي توكن، طبعا الموقع اسمه تروفي، طبعا هي قائمه على باينانس سمارت تشين، فانا ما بفضل اجيبها هلا حاليا لانه باخذ بين العملات المضمونه. كمان اخي الكريم بيدفع بالشيبا، لكن كمان بيدفع على باينانس سمارت تشين، وانا معلوماتي بتقول انه الشيبا هي قائمه على بلوك تشين ايثيريوم. طبعا في بلوك تشين ثاني اسمه فانتوم بتدفع عليه، لكن ما عندي معلومات انه في شيبا على الباينانس سمارت تشين. تمام اخي الكريم، فانا راح افضل استخدم الفوسيت باي او الباير لحتى اسحب من الموقع بالعملات المتعارف عليها اللي هي بيتكوين ايثيريوم، طبعا دوج كوين عفوا ترون ديجي بايت او غيرها. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء التسجيل فيه جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هنلاقيك مباشرة، انا ما بستخدم اي روابط متصله بتفتح معك الصفحه اخي كريم. طبعا اصدقائي شويه معلومات عامه عن الموقع، فيه اكثر من 38 الف انسان دافع حوالي 1000 دولار، يعني 942 دولار دافع 24 الف مره، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اصدقائي انا بعرف الموقع بيشتغل حوالي 6 شهور، طبعا راح يشتغل معنا ان شاء الله سنوات عديده. طبعا اصدقائي بنرجع للواجهه الاساسيه اللي هون، الموقع موجود على جوجل بلاي، فيك تحمل التطبيق على جوجل بلاي وتشتغل من التطبيق. اذا بتستخدم الموبايل بيكون اسهل لك، اذا بتستخدم الكمبيوتر بتروح على كلمه ساين اب او التسجيل وبتضغط عليها. طبعا كمان فيك تشتغل على الموبايل اخي الكريم بالمتصفح بشكل طبيعي. مثل ما قلنا بتحط هون الايميل الخاص فيك، بتحط هون اسم المستخدم، بتحط باسورد، بتعيد باسورد، تنزل لتحت بتحل الكابتشا، بتنزل للاخير بتروح على كلمه ساين اب بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع راح يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، لازم تضغط على اللينك الموجود فيها لتفعل حسابك وتقدر تسحب من الموقع بشكل طبيعي. اخي الكريم انتبه لهي الشغله، فعل حسابك قبل ما تسوي اي شيء داخل الموقع بيكون افضل واحسن. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل، هون مع الرصيد معي حوالي 3 سنت، طبعا راح نقوم بسحبه خلال هذا الفيديو. مثل ما قلنا مينيموم ويثدرول 0.05 ولا اي شيء نص سنت. تمام اخي الكريم، انا منين بدي اجمع هاي السنتات؟ في عندي عده طرق، اول وحده هي فوسيت، شايفين اصدقائي بضغط عليها هيك وبنتظر تحمل الصفحه. طبعا اصدقائي الفوسيت بتعطيك 0.305 كل 5 دقائق معك 288 محاولة يوميا، ما نسيئين ابدا. يعني اذا قمت انت اخي الكريم ب10 محاولات بتعمل نص سنت، يعني هو الحد الادنى للسحب، وهذا الشيء كثير سهل وسريع. تمام، مثل ما قلنا بشكل طبيعي بس يكون عندنا فوسيت دائما مضغط على المساحات الفاضية. شايفين اصدقائي طلع لي نافذة منبثقة، اخذت لي الموقع لمحل ثاني مشان ما اضطر حل الكباتشا مرتين. اترك عندك هي المعلومة اخي الكريم، هي معلومة مفيدة. بعدين بحل الكباتشا، هلا صار فيني احلها بشكل جيد وبطلع على الانتي بوت. شايفين اصدقائي 5 7 3 بدور عليهم. تمام، هاي 5، تمام هاي 5، هاي 7، هاي 3، بنزل لتحت على كلمة collect your reward امشان اخذ 0.305 مثل ما قلنا من عملة الدولار. هو مبلغ بسيط لكن هو شيء حقيقي، هذا الموقع رح يدفع لك بالتأكيد اخي الكريم. هاي 0.305 بنقول له اوكي. طبعا بعد 5 دقائق، شايفين اصدقائي العدد الرقمي، بعد 5 دقائق فيني ارجع لهون واكساب منه. في عندنا طرق ثانية نربح من الموقع، في عندنا شورت لينك او الروابط المختصرة، بضغط عليها هيك طبعا بيظهر عندي مجموعة من الروابط المختصرة. طبعا اخي الكريم انت شاهد الموجودين، طبعا لاقي اللي عندك فكرة عنهم سابقا مشتغلهم سابقا مثل axe.io جدا سهلة وخذ قيمهم، fc.lc جدا سهلة خذ قيمك. تمام اخي الكريم، طبعا بينجت جدا سهلة، اتبال جدا سهلة، اتشورت جدا سهلة، هدول اخي الكريم. اما الباقي ممكن تلاقي فيهم نوع ما من التعقيد، ابتعد عنهم، اشتغل على السهلين فقط اخي الكريم. في عندك البي تي سي او مشاهدة الاعلانات، بضغط عليها هيك طبعا بلس 20، يعني في اكثر من 20 اعلان داخل هذا الموقع. كل اعلان مثلا هذا الاعلان 10 ثواني، هذا 5 ثواني، طبعا قيمهم بسيطه ولا اي شيء، فانا بفضل اشتغل على الفوسيت. والطريقه الرابعه رح نحكيها هلا، لكن رح اشاهد معكم اعلان. تمام اخي كريم، هذا الاعلان 10 ثواني بيعطيني هاي الكميات، وروح على كلمه جو وبنتظر تحمل الصفحه. طبعا اصدقائي هاي 10 ثواني رح ينتهوا، رح يعطيني هلا كباتشا. تمام اخي كريم، بس اني بحلها طبعا وبنزل لتحت على كلمة verify، بضغط عليها وبسكر النافذة المنبثقة. تمام اخي الكريم، او نافذة الاعلان، وبكسب قيمة هذا الاعلان. بنتظر هيك شوي لحتى تتحمل، شايفين اصدقائي اعطاني قيمة هذا الاعلان. بتابع بالباقي اذا حابب. طبعا انا مثل ما انا بفضل الفوسيت، بفضل الطريقة الرابعة اللي هي الاوفر وول، لكن لازم يكون الليفل عندك 1 أو 2 لحتى يفتحوا معك العروض. تمام اخي الكريم، طبعا في عندك عروض الوانداز، في عندك عروض للسي بي اكس ريسيرش، هني اهم شيء طبعا موجودين داخل هذا الموقع. فيك تشوفهم اخي الكريم اذا منطقتك الجغرافيه بتساعدك على تنفيذ هاي العروض، مثل شمال افريقيا او المغرب العربي او دول الخليج. طبعا لكن عندنا بلاد الشام
اغلبيه الدول معنا فعالي فيها هاي العروض. شوفوا اخي الكريم اذا موجودين اشتغلون اكساب منهم، في عندك الاتشيفمنت او الانجازات ممكن تقوم فيهم، في عندك الريفرال جدا كويسه او رابط الاحاله. طبعا بضغط عليها هيك باخذ رابط الاحاله الخاص فيه. شايف اصدقائي هذا اللون الزهري كله مثل ما هو من الاتش لاخر رقم، تمام اخي الكريم، يعني هذا الصفر كبه ما له لازمه، طبعا ما عاد بيطلع رابط الاحاله بشكل صحيح. فباخذ هيك رابط الاحاله كوبي بوز الاصدقاء لاستفاد منه بشكل افضل، وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هذا الموقع. طيب هلا كيف نسحب من الموقع لحتى نثبت مصداقيته؟ بروح على الداشبورد او سطح المكتب داخل الموقع وبنتظر تحمل الصفحه. طبعا مثل ما قلنا اصدقائي الموقع بيدفع على الفوست باي والاكسبرس كريبتو بشكل اساسي وعلى البير، فانا راح اسحب مثلا بعمله اللايت كوين على الفوست باي، تمام اخي الكريم، بضغط هيك هاي لايت كوين فوست باي. طبعا في حال اسحب شيء ثاني بس انتبه ميز بشكل صحيح داش بضغط عليها، طبعا هاي فوست باي، طبعا اذا اكسبرس كريبتو كمان بتميزها مثلا كاردانو بضغط عليها هيك وبحط اليونيك اي دي الخاص فيه بالاكسبرس كريبتو. اما بالنسبه للفوست باي هو فقط عنوان الوليت، انا اخترت لايت كوين، تمام، برجع هيك بروح على كلمة ديبوزايت بجيب رابط محفظتي اللايت كوين من الفوست باي، طبعا مشان اسحب هاي العملة، طبعا بنتظر تحمل الصفحة بشكل كويس، بعدين باخذ عنوان المحفظة كوبي وبرجع للموقع. طبعا اصدقائي بحط هون عنوان المحفظة، تمام اخي الكريم، وبروح على كلمة انستنت ويزدرو يعني دفع فوري، بضغط عليها هيك وبنتظر تحمل الصفحة. طبعا اصدقائي كاتب لي الموقع 0.03 من عملة الدولار هاز بين سنت تو يور اكونت، يعني راحوا على محفظة الفوشت باي ما يعادل 3 سنت من الدولار. نشوف شو هي الكمية، طبعا بنتقل للمحفظة الوسيطة فوشت باي، بحدث صفحة الدفعات، تمام اخي الكريم، بنزل لتحت هيك، طبعا هذا هو تروفي الموقع، بيتكون تروفي اعطاني 19000 ساتوشي من عملة اللايت كوين نورمال بيمنت، طبعا وقفت صار اللايت كوين اليوم 160 دولار، يعني شيء كثير كويس ممكن نجمع بشكل افضل، تمام. هاي اليوم 9 جون حزيران 2021، طبعا العملات الرقميه اذا عندك كوينزات بمجموعه من العملات الرقميه على المواقع اللي بتدفع كوينز اخي الكريم فيفضل تسحبهم بهي الفتره لانه سعر العملات الرقميه منخفض حاليا، اذا سحبت الكوينز الخاص فيك راح يعطيك كميات اكبر بالعملات الرقميه، وهي نصيحه طبعا للاصدقاء المتابعين داخل القناه. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.